بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم المحاضرة الثانية في محاضرات الـ Drug Information. اليوم سنتكلم عن الـ Systematic Approach to Answer الـ Drug Information Questions. طبعاً عندنا حيكون عدة أهداف للتعلم. Our learning objectives will be to describe what is the modified systematic approach used to answer drug information questions and how to use it. We'll list the 7 steps involved in the modified systematic approach and discuss the rationale of each step, as well as listing the types of drug information questions that need follow-up. نبدأ الآن بالحديث. systematic approach أو يسموه الطريقة الممنهجة في الإجابة على أسئلة drug information تعتبر هي من أهم معطيات أو مكونات الممارسة الصيدلانية. Answering question effectively that is received from the public or from other healthcare professionals. التعريف هذا هو المقصود في الهدف من الـ systematic approach، إن إحنا نجاوب بطريقة مفيدة فعالة على كل الأسئلة التي يتم استلامها من عامة الناس أو من الممارسين الصحيين الآخرين. هذا هو هدفنا في مركز معلومات الأدوية والسموم. طبعا في عدة مسؤوليات للصيادلة الذين يعملون في هذا المركز، which is called pharmacist responsibilities. طبعا أول مسؤولية عليهم هي provide an answer to patient drug related questions. يعني أحيانا تجينا أسئلة تتعلق بالأدوية لكن ليس هناك مريض معني بهذه الأسئلة، هذه لا تكون من أولويات اهتماماتنا. أولويات اهتماماتنا عندما يأتينا سؤال يتعلق بدواء وهناك مريض مناط بهذا السؤال. مثلا عندي أنا في القسم مريض منوم عندنا استفسار حول الدواء الذي يتناوله، ففي هذه الحالة هذا يكون له أولى الأولويات. غير لما يجي أحد مثلا يقول والله أنا عندي محاضرة تتعلق بأدوية معينة وأحتاج معلومة، هذا ما له أولوية فوق المريض. حتى لو قال بعض الناس أنه طبعا هذه تخدم المريض بطريقة غير مباشرة، نعم نعتني أولا بمن يخدم المريض مباشرة ثم بما يخدم المريض بطريقة غير مباشرة. الشيء الثاني provide solutions to therapeutic problems through following thoughtful process that aims at extracting the relevant information and synthesizing relevant answer. كيف يعني؟ أحيانا تجينا مشكلة علاجية محتاجين إنه إحنا نلاقي لها جواب عن طريق استخلاص المعلومات ذات الصلة بالموضوع اللي مسؤولين إحنا عنه أو تم سؤالنا عنه. والشيء الثاني تكوين إجابة مفيدة شاملة ذات معنى وتزويد الممارس الصحي بها. يعني مثلا جاني سؤال على مريض مصاب بارتفاع ضغط الدم وعنده مثلا فشل كلوي، فما هو العلاج المناسب الذي لازم أني أستخدم له إياه؟ أبحث في مقالات تتكلم عن نفس الوضع، مريض مصاب بفشل كلوي مريض مصاب بارتفاع ضغط دم وعنده فشل كلوي. وبعد ما أقرأ مقال مقالين ثلاث أجمع الزبدة حقت هذه المقالات وأصيغها بطريقة سهلة الفهم وأقدمها للممارس الصحي. في سنة 1975 واتانبي إتال، يعني المقصود فيها مجموعة واتانبي وزملائه، قالوا في عنا طريقة ممنهجة للإجابة على أسئلة drug information تتكون من 5 خطوات. بعد كم سنة، سنة 1987، تم تطوير هذه الطريقة بواسطة عالم يدعى هوست وكريك وود، وهذه الطريقة أصبحت تتكون 7 نقاط. طبعا هذه بقول لكم فائدة لكم، لما يكون الأشخاص المشتركين في بحث ما 3 أشخاص فأكثر نكتب اسم أول شخص ونكتب إتال. إتال تعني وشركاء. أما إذا كان شخص أو شخصين نكتب اسم الشخص الأول
والشخص الثاني فقط بدون إتن، مثل هوست أند كريك وورد. كريك وورد. نتكلم على الطريقة المكونة من خمس نقاط ومنهجة. The five steps of systematic approach for answering drug information request. أول شيء you have to do classification of the request. صنف هذا الريكوست اللي وصلتك. هل هي ريكوست تطلب سؤال عن تعديل جرعة لمرضى مثلا مصاب بفشل كلوي؟ هل هي سؤال تتكلم عن سلامة استخدام دواء في حمل والرضاعة؟ هل هي سؤال تتكلم عن drug of choice for certain diseases؟ يعني يجب تصنيف الريكوست اللي توصل، هل هي therapeutic، هل هي toxicology، whatever. بعد كذا obtaining background information، background information عن المريض اللي مسؤول اللي تم السؤال حوله. Involve determination of exactly what information is being requested and why, and ensuring that all pertinent background data are obtained. يعني انت الحين لازم تعرف ايش المعلومات اللي لازم تجمعها. مثلا تفهم من الطبيب بالضبط ايش المعلومة اللي هي يبغاها، وتأكد عليه انه هذه المعلومة اللي انت تبغاها، لانه احيانا احنا نفهم شيء والطبيب يقصد شيء اخر، وتسأله لماذا يريد هذه المعلومة. قد يقول لك انا والله عندي برزنتيشن، قد يقول لك انا عندي مريض حالا موجود قدامي في العيادة بيروح المختبر وبيرجع، قد يقول لك لا انا عندي مريض في الجناح وحالته كريتيكال. يعني you have to know بالضبط why he needs this information، وتتأكد انك جمعت جميع المعلومات ذات الصلة اللي تستطيع بسببها انك تبحث عن السؤال بطريقة efficient. Systematic search beginning with the general references and progressing through secondary sources to primary articles. هذا systematic search هناخده بتفصيل إن شاء الله. لكن عادة systematic search هو الطريقة الممنهجة في البحث عن المعلومة. طبعا هي ما هي systemic. Systemic تعني جهاز من أجهزة الجسم، لكن نقصد بsystematic هي الطريقة الممنهجة. تبدأ بجمع معلومات عامة ثم تستدق إلى أن تصل إلى المعلومة الخاصة. ودائما هي نستخدم general references like textbooks, review articles. بعد كذا نبدأ نبحث على primary resources through secondary sources. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا الآن ما أعرف إيش هو الديابيتس، فبدأت أقرأ في أمهات الكتب عن معلومة أساسية، إيش هو مرض السكر، إيش تبعاته، كيف يحدث. هذه معلومات أساسية نلاقي إن نجدها في أمهات الكتب. بعد ذلك أبغى أبحث عن مقال يتكلم عن علاج معين في مريض سكر مصاب مثلا بتلف الشرايين. فكيف ألاقي هذا المقال؟ أروح للسكندري ريسورسز اللي هي مثلا لايك باب ميد، أوفيد، وأدخل بالكيوردز وأبحث عن مقال تحدث عن هذا الأمر. بعد كده حيطلع لي الباب ميد أو الأوفيد عدة مقالات تحدثت عن هذا الأمر، أختار واحد منهم وبذلك أكون وصلت للبرايمري أرتيكلز. بعد ما أقرأ هذه المقالات اللي وصلت لها مع المعلومات اللي أخذتها من الكتاب إلى آخره، أبدأ أشكل الإجابة حقتي response formulation to the accumulated data من الداتا اللي أنا جمعتها، وأحطها بطريقة سلسة، وإما أقدمها للسائل إما كورقة مكتوبة أو كإجابة شفهية. بعد ما أقدم كل شيء أرجع لما أجي أسجل السؤال اللي وصلني أسوي reclassification. مثلا أنا اتصل فيه طبيب يسأل، قال عندنا الدواء الفلاني، سؤاله يعني availability، يسأل عن تواجد الدواء. قمت لو أنا قلت له لا ما هو عندنا، سكرنا الخط كذا، ما أصير اشتغلت كدرج information pharmacist. لكن قلت له لا دكتور ما هو عندنا، بس عفوا أنت ليش تبغاه؟ قال أنا أبغى للأوتيتس ميديا. أروح أقول له this is not the drug of choice of أوتيتس ميديا، وأغير له الخطة العلاجية، فتحول السؤال من availability صار therapeutic question. هذا المقصود بري كلاسيفيكيشن. نتحول الآن إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة.